بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الثانويه العامه والازهريه اهلا بكم في حلقه جديده من الفيزياء الجميله الممتعه النهارده باذن الله ان شاء الله هنشتغل المحول الكهربي الترانسفورمر المحول الكهربي جهاز تطبيق على الحاجات او على الافكار العلميه اللي خدناها في الفصل الثالث انت اللي هتستنتج دلوقتي فكره العمل بس مين هو الترانسفورمر او المحول الكهربي اسال نفسك واسالي نفسك البيت عندنا او في مصر القوه الدافعه الكهربيه اللي داخله البيوت عندنا كام فولت 220 فولت تمام السؤال بقى هل الاجهزه الكهربائيه اللي عندنا في البيت كلها بتشتغل ب 220 فولت ما اظنش ليه ما هو في اجهزه كهربائيه عايزه قوه دفع كهربيه اكبر وفي اجهزه بتحتاج قوه دفع كهربيه اصغر يعني مثلا مثلا لو معايا راديو صغير او كاسيت مش انا وانا طالع رحله باخده معايا واجيب له حجاره اي طب ازاي بيشتغل في البيت ب 180 ويشتغل بالحجاره بره الحجر ده واحد ونص فولت نفترض بيشتغل باربع حجار اربعه في واحد ونص بسته يعني بيشتغل على سته فولت طب ما في البيت بيشتغل ب 220 ازاي؟ ده لو هو بيشتغل على 6 فولت ال 220 تحرق لا ما هو جواه حاجه اسمها محول كهرباء ينزل ال 220 ل 6 واحيانا بيبقى في اجهزه في البيت عايزه قوه دفع كهربيه اكبر من 220 برضو جواها محول كهرباء يرفع ال 220 لاكبر من كده يعني عايز تقول يا مستر محول ده حاجه او جهاز بيغير قوه الدفع اه يا يزودها يا يزود القوه الدفع الكهربيه يقللها يعني يرفع او يخفض قوه الدفع اه طب ده جميل جدا ده موجود فين ده جوه الاجهزه أو أنت لما تجيب مثلاً كاسيت أو راديو صغير أو كاميرا وعايز تشغلها بتروح جايب جهاز أسود كده ليه فيشة توصلها بالفيشة بتاعت البيت والطرف الثاني بتوصله بالجهاز زي الشحن بتاع الموبايل عندك ما هو برضه في محاول لأن الموبايل مش هيستحمل 220 إذا هناك أجهزة كهربية تحتاج تغيير القوى الدفعة الكهربية اللي بتشتغل عليها أنا في البيت عندي قوى دافعه ثابتة 220 كل المنازل 220 عايز ارفعها او اخفضها يبقى لازم استخدم محول كهربي يبقى المحول الكهربي يستخدم في رفع او خفض القوى الدفع الكهربية طب بيتركب من ايه وفكرة عمله ايه هرسم لك شكل او انا راسم شكل اوضحه لك بدل ما ياخد وقت يعني وقول لي التركيب ادي آه شكل المحول الكهربي طب ده ايه ده يا مستر اللي انت راسمه ده بص يا التخين الكبير ده حديد قلب حديد بس مقسمينه لشرايح وبين الشرايح وبعضيها مادة عازلة. وبعدين ملفوف على أحد أضلاعه ملف. مع الضلع المقابل ملف تاني. كويس ده التركيب يعني هو ده تركيب المحول الكهربي. أقسمه لك تاني بسرعة عشان تقدر تستوعبه. تبقى سهل عليك يعني. قلب حديد مطاوع المحول الكهربي. المحول الكهربي. نجيب ايه او مصنع من ايه قلبه اهو سبيك من الحديد المطاوع السيليكوني نعم يعني داخل مع التركيب سيليكون في مع الحديد يعني تخينه اه صح تخينه في فجوه كده في النص في فجوه كده في النص على الضلع ده في ملف ملف كده وفي على الضلع المقابل ملف تاني ملفوف كده بهذا الشكل يبقى إيه كم ملف ملفين ادي واحد ادي اتنين فين العدل يا مستر عدل ايه مش واحد عمل عدد لفاته قليل والتاني عدد لفاته كبير لازم ده يحصل نعم لازم يكون احد الملفين عدد لفاته غير التاني ليه لازم يعني هو كده لازم في المحول الكهربي يكون احد الملفات الملفات غير التاني طب ليه هنعرف دلوقتي الحاجه الثانيه القلب ده ما ينفعش يتساب كده تخين لازم يتقسم لشرايح بينها ماده عزل يعني ايه شرايح يا مستر عارف كشكولك كراستك اه مش ورق اه الورق على بعضه يدي لك حجم الكشكول اه لكن لما تيجي تمسك ورق ورقه تعتبر دي شريحه 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 كان الورقه كانت تخينه قوي وقسموها زي كده شرايح بس منها ماده عزل يبقى ده اسمه ايه؟ قلب حديد مطاوع سيليكوني كلام سليم ليه بقى سيليكوني ده؟ هتعرف دلوقتي وده ملف وده ملف ده هتسميه ايه؟ ملف لو وصلته بالمصدر كهربي يبقى اسمه ملف في ابتدائي لا استنى لو سمحت يا مستر انت وصلته بمصدر ده ايه ده؟ ده مصدر متردد لما تحط بطاريه ورايح نفسك ما ينفعش المحول ما يشتغلش على بطاريات لازم مصدر متردد يعني متغير شده واتجاه طرف الملف الثاني بقى بتوصله بالجهاز اللي انت عايز توصل تدي كهرباء ده ايه ده جهاز ده بيسموه ملف ثانوي ابتداء يعني بريمري ايوه يبقى المصدر ده ليه جهد في بي على حسب اسمه. طب وتياره اي بي. طب وعدد لفاته ان بي اللي أنا بتنسب له هو. طب وده ثانوي يعني سكندري. فرق الجهد اللي هيتولد عليه في اس. وتياره اي اس. وعدد لفاته ان اس. تيار ايه وجهد ايه؟ هو في هو في مصدر عشان يبقى فيه تيار؟ ما فيش. بس هيجي دلوقتي يتولد فيه تيار طب ازاي؟ هقول لك ازاي. بس الاول لما تفصل او تقدر تحدد لي التركيب التركيب ايه واحد ملف ابتدائي اتنين ملف ثانوي تلاته قلب حديد مطاوع سيليكوني مقسم الى شرائح بينها ماده عزله اه صح كده برافو ده التركيب ده التركيب طب انت قلت لنا التركيب كلام صح يا ترى فكره العمل ايه؟ انا مش هقولها اقولها انت ايه فكره العمل؟ طب انا هفكر يا مستر معاك ده مصدر ابتدائي متردد يبقى ايه التيار بتاعه كده متغير شده واتجاه لسه كنا واخدين الدينامو طب ما كده ما التيار بيغير اتجاهه وشدته يبقى الفيض بتاعه المتولد عنه بيتغير ايوه الفيض ده بيمشي خلال القلب الحديد المطاوع طبعا عشان الحديد المطاوع معامل النفسيه بتاعته كبيره حلوه كلام صح طب ما كده هيوصل للثانوي ايوه يعني ملف الثانوي يؤدي هيحصل عليه تغيير في الفيض ايوه جاي له منين من الابتدائي كلام صح فراديو قال لك اي موصل في دايره مغلقه يحصل عليه تغيير في الفيديو يتولد فيه قوه دفع مستحسه هي دي في اس يا باشا انت بتقول جت منين؟ جت بالحس حس ايه؟ مش دول ملفين؟ اه يبقى حس متبادل يبقى فكره العمل الحث المتبادل بين ملفين الله والدينامو كان, إيه؟ آه كان حس ايه؟ حس كهرومغناطيسي اه طب مصباح الفلورسنت كان حس ايه؟ حس ذاتي لازم تعرف كل واحد فكره عمله ايه؟ حاضر عرفتها يبقى اذا بيعمل المحول بالحس المتبادل بين الملفين مين بيدي لمين؟ كلاهما بيدي الاخر بس مين اللي بدا؟ الابتدائي عشان هو اللي متوصل بالمصدر يبقى اللي متوصل بالمصدر ملف ابتدائي اللي متوصل بالجهاز ملف سنوي كل حاجه تخص الابتدائي اديها بي كل حاجه تخص الثانوي اس هيحصل ايه يعني؟ لما المصدر يشتغل الفيض بتاعه بتاع الملف الابتدائي ياثر على الملف الثانوي يولد فيه قوه دفع كهربيه مستحثه وتيار كهربي مستحث طب ما كده الثانوي هياثر على الابتدائي وكلاهما يؤثر على الاخر اه كلام صح طب وانت فاكر اي ام اف بتاعه الابتدائي كان قانونها ايه في المتوسطه ايوه سالب ان دلتا فاي على دلتا تي لا اظبط بقى انت بتقول ايه في الابتدائي يبقى ان بي ودلتا فاي بتاعت الابتدائي على دلتا تي كلام صح الفضة مش هو اللي راح للثانوي اه يبقى اي ام اف اللي راحت للثانوي اس تساوي سالب ان اس ايوه انت كده صح دلتا فاي ايه? بي نعم ما هي جايه من الابتدائي يا باشا هي اصلا جايه من الابتدائي على دلتا تي هو كان في حاجه هو كان متصل بحد لا ما كده بدل ما اقول ايه؟ ما اقول في يبقى في بي بتاع الابتدائي على في اس بتاعت السنه هقسم حاسس المعادلتين دول على بعض يعني اه تروح السالب مع السالب يساوي ان بي على ان اس ايوه طب وراحت فين دي لتفاعل التتيم؟ ما هم ما دي هي دي راحوا مع بعض يبقى ده قانون الدينم قانون محول الكهرباء لا يا مستر مش هو ده قانون غلط قانون غلط ليه؟ هو انت يعني فاكر ان كل الفيض بتاع الابتدائي هيروح للثانوي؟ وانت فاكر ان قوه الدفع الكهربيه بتاعة الابتدائي هي اللي هتاثر بالكامل على الثانوي؟ والله برافو عليك. مش كل الفيض بتاع الابتدائي يروح للثانوي. هيحصل فقد اي طب بذمتك يا مستر مش القلب الحديد المطاوع ده لما يتاثر عليه فيض رايح جاي مش احنا خدنا قبل كده التيارات الدوميه؟ اه. طب يحصل فقد في الطاقه في صوره حراره؟ يبقى الطاقه قلت. هي يعني مش تروح للثانوي. بالظبط كده طب يا مستر اقول لك على حاجه قول له اتفضل الفيض اللي بيأثر على 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 القلب الحديد ده مش هيأثر على جزيئاته اللي جوه ويخليها تتحرك لانها حديد وده مجال مغناطيسي بيتغير عليه اه والحركه دي مش طاقه حركيه اه الله يعني فقد هاي في الطاقه ده كل مليان فقد في الطاقه ايوه اذا هناك فقد في الطاقه بيحصل في المحاول. ما يخليش الكلام ده صح يعني مش كل الفيديو بتاعي ابتدائي يروح للثانوي مش كل الطاقه هتروح امال الحل ايه والله يا ام بقى عشان شايفينك في ثالثه ثانوي مرحله لسه يعني على قد ما بيدولك شويه افكار كده ادولك حاجه اسمها المحول المثالي نعم المحول المثالي ايه ده بقى المحول المثالي هو محول لا يحدث فيه فقد في الطاقه يعني بافتراض ان الطاقه كلها بتاعت الابتداء تروح للسنة ما بيحصلش فقد وده موجود يا مستر لا مش موجود اصلا يعني بس تسهيلا ليك بيقول لك محاول مثالي وساعتها هتستخدم انت القانون وتشطب دلتا فاي على دلتا تي معاه طيب حلو قوي يعني بيحصل فقد في الطاقه قول لي صور فقد في الطاقه ايه حاضر صور الفقد في الطاقه في المحولات نقولها تاني انا مش ماشي بالترتيب عشان بس كل حته بتقابلني انا بحاول اوضحها. في فقد في الطاقه المغناطيسيه بتاعة الابتدائي آين؟ ما تروحش للثانوي، مين قال؟ ما هو اللي بيروح للثانوي المنطقه دي، طب والجزء الفيض اللي هنا واللي فوق واللي تحت ما راحش. يبقى في فقد في الطاقه راحت في المحول الكهربي بسبب الفقد في الطاقه المغناطيسيه. وايه تاني؟ مش دي اسلاك يا مستر؟ أي ودي اسلاك برضو اه ليها مقاومه ولا مالهاش؟ ليه؟ <applause> طب ما تسبب فقد في الطاقه في صوره حراره. يبقى دي صورة تانية فقد فقد الطاقة المغناطيسية ليه؟ مش كل الفيض بتاع الانتهاء بيروح لسنة واثنين فقد الطاقة بسبب مقاومة الأسلاك كلام صح أسلاك الملف في الابتدائي السنة ثلاثة بقى فقد تاني كمان؟ اه فيه اللي هو فقد الطاقة بسبب التيارات الدوامية. كل ده، ده لسه فيه واحدة رابعة مع قول لي بس تاني لو سمحت، فقد في الطاقة المغناطيسية. الفيض بتاع الابتدائي مش كله بيروح للثانوي، فقد في الطاقة بسبب مقاومة الأسلاك، كلام صح. فقد في الطاقة بسبب التيارات الدوامية. رابع واحدة بقى فقد في الطاقة بسبب حركة جزيئات القلب المعدني كل ده؟ اه عشان كده مفيش حاجة اسمها محول مثالي عمليا مفيش حاجة اسمها محول مثالي لكن سعادتك ممكن ترفع قدرة المحول كفاءة المحول يعني ارفعها ازاي؟ قلل دول خلي الفقد ده ما يبقاش كتير كده طب ازاي يعني؟ بص يا سيدي مش انت بتقول فقد في الطاقه المغناطيسيه ايوه والسبب ان الملف ده بعيد عنك لما تحط الابتدائي جوه الثانوي لما تحط الابتدائي جوه الثانوي يعني لو ده الملف الابتدائي حطه كده جوه الثانوي فالفيض بتاعه لما يجي يتغير ياثر على لفات الثانوي هتقلل الفقد في الطاقه المغناطيسيه تقلل لكن مش هتلغيها بس كويس الحمد لله لان انت قللها طب ايه كمان شوف فقد في الطاقه بسبب مقاومه الاسلاك بتاعت الملفات دي اه حضرتك ما تجيب نحاس تخين واعمل منه الملفات ده مش معنى عشان النحاس موصل جيد للكهربيه ولما تكون المقاومه التخين يبقى المقاومه بتاعته قليله فكره والله يبقى نصنع ملفات الملفات نصنع الملفات سلك الملفات من نحاس سميك لتقليل الفقد في الطاقه بسبب المقاومه يبقى قالنا اتنين فقد في الطاقة بسبب التيارات الدوامية. لي هو عالجها أهو. ليه؟ مش التيارات الدوامية بتنشأ في القطع المعدنية السميكة؟ أيوه هو عمل إيه؟ قسم القلب لشرايح بينها مادة عازلة. يبقى فقد في الطاقة بسبب التيارات الدومية وللتغلب عليها تصنع يصنع القلب من شرايح معدنية بينها مادة عازلة بشرط. تكون المادة العازلة عمودية على اتجاه التيار الدوامي. فما ينتقلش التيار دوامي من واحده للتانيه ويلاقي مقاومه تضعفه. طيب بقى واحد فقد في الطاقه بسبب حركه جزيئات القلب المعدن. دلوقتي لو عندك كراسي بلاستيك وكنت فريشها والناس كلها بتيجي تقعد عليها والمناسبه خلصت وساعتك عايز تلمها هتلم الكراسي البلاستيك بسرعه تاخد منك طاقه مجهود يعني لا طب لو الكراسي دي كانت حديد هتتعبني جدا اشيل بالعافيه واحط بالعافيه هتاخد مجهود كبير ايوه ايوة فقد في الطاقة بسبب حركة الجزيئات يتطلب منك ان حركة الجزيئات دي تبقى سهلة. سهلة الحركة. فما ما ما تفقدش طاقة كبيرة تحريكها. عشان كده هما عاملين القلب من الحديد المطاوع السيليكوني. لسهولة تحريك جزيئاته. يبقى أربع صور للفقد وصادهم أربعة معالجة. دول يرفعوا لك كفاءة المحاول. يعني إيه كفاءة المحاول؟ قدرته على الشغل. ما يضيعش طاقة كتير. هنعرف دلوقتي نحسبها ازاي يبقى عندي اربع صور للفقد في الطاقه يقابلهم اربع طرق للمعالجه فقد في الطاقه بسبب مقاومه الاسلاك اعملها من نحاس التخين فقد في الطاقه بسبب التيارات الدوميه اقسم القلب لشرايح من مادة فقد في الطاقه اللي بتسبب تحريك جزيئات القلب اعمله الحديد المطوع السيليكوني عشان جزيئاته سهله الحركه فقد في الطاقه المغناطيسيه احط الملف الابتدائي جوه الملف الثانوي انا كده رفعت الكفاءه بتاعت المحاولة. والله يا مستر كده تمام عايزين نعرف بقى الهيصه دي كلها هتشتغل بيه ايه المحول؟ يعني هتشغله في ايه؟ استخداماته ايه؟ ما اظن انت كده وصلت يعني خدت الفكره دلوقتي وتعرف تقول الاستخدامات ما انا قلت لك في اول المحاضره نمره واحد الاستخدام اهو. انت المفروض تبقى لي ايوه صح اللي انت بتقول رفع او خفض مين قاف د ك القوة الدفع الكهربي. يعني ارفعها او قللها. انت عندك الكهرباء في البيت 220 عايز تشغل موبايل او لابتوب او حاجة لازم تنزلها للطاقة او للجهد اللي الموبايل يتحمله يبقى ده محول خافض يخفض لك القوة ده طب جبت مكنسة او جبت سخان او جبت فرن عايز جهد اعلى هات محول رافع للجهد يبقى عندي نوعين من المحولات واحد يرفع واحد يخفض يبقى الاستخدام رفع او خفض القوة الدفعة الكهربائية. ايه تاني يستخدم المحول في نقل الطاقة منين؟ من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك مش فاهم والكهرباء بتاعتنا في مصر بنجيبها منين؟ بيولدها السد العالي هو فين السد العالي ده بقى؟ اصوات يعني أنت بتجيب الكهرباء من أسوان لغاية هنا؟ أه طبعًا ويروح اسكندرية كمان المسافة دي كلها؟ أه غير طيب إيه اللي يمشي في السلك ده كله؟ بس تلك ليه مقاومه زي ما قلت هتضيع الطاقه في صوره حراره في الاسلاك عشان كده يا باشا بنستخدم محولات نعمل بيها ايه؟ نيجي عند محطات التوليد نرفع الجهد قوي فيقل التيار يمشي التيار في السلك ضعيف مش مش هيتحول لطاقه طب يا باشا التيار ده الضعيف ده يوصل مش عارف اشغل بيه حاجه اعمل العكس قبل المدينه قبل التيار ما يخش المدينه احط محول خافض للجهد يرفع التيار هنقولها بالتفصيل هنقولها بالتفصيل عشان الحته دي فيها لبس شويه يبقى بستخدم محول في رفع او خفض القوى الدافعه الكهربيه كده يبقى عندي نوعين من المحولات نوعان المحولات ايه واحد محول رافع للجهد طيب واثنين محول خافض للجهد طب المحول الرافع ده انت هت المحاول الرافع دوت انت هتعمله ازاي؟ مش انت عايز ترفع الجهد؟ اه ادي المصدر يبقى هترفع الجهد هنا يبقى لازم يكون عدد لفات السنوي اكبر من الابتدائي نعم عشان تخلي المحاول الرافع للجهد يبقى عدد لفات السنوي اكبر من الابتدائي اه يعني في اس اك اسف ان اس اكبر من ان بي عدد لفات صح ده رافع للجهد اه يبقى في اس اكبر من في بي مين قال انت بتقول رافع للجهد يعني جهد الابتدائي صغير وانت عايز تزوده خلي الثانوي يخرج له مش التيار الجهد بيكون على الابتدائي وانا عايز اخد من الثانوي اديت للابتدائي جهد صغير عايز جهد كبير في الثانوي ازود عدد لفات طيب بالنسبه للتيار بقى لا اللي يرفع الجهد يخفض التيار نعم اللي يرفع الجهد يخفض التيار مين قال آه؟ انا اقول لك دلوقتي اوضحها لك يعني اي اس اصغر من اي بي لاحظ بقى عشان ما تتلخبطش انا ماشي باس الاول اس 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 يعني ان اس في اس اي اس في المحاول الرافع عدد لفات الثانوي اكبر من الابتدائي جهد الثانوي اكبر من الابتدائي التيار بقى تيار الثانوي اصغر يبقى انا بادئ الثانوي عشان ما تتلخبطش جهد والعدد زي بعض التيار اكس. طب الخافض يا باشا؟ أظن بقت سهلة بالنسبة لك. عدد لفات السنوي أصغر من الابتدائي. طب ليه؟ مش أنت عندك مصدر؟ عندي مصدر. وعايز الجهد هنا يصغر. ما تزودش عدد اللفات قللها. تمام. ليه بقى؟ ما هو القانون بيقول إي ما إم تساوي إن دلتا فاعل دلتا تي. لو زادت إن تزيد في بي. لو قلت تقل. أه ما هو طارد أهو. عدد لفات يغير لك الجهد لو زودت عدد لفات يزيد الجهد قللت عدد لفات يقل الجهد طب كمل انت بقى يبقى في اس اي اه برافو اصغر من في بي طب يلا بقى وريني الشطاره هنا اي اس اي اكبر من اي بي يعني الرفع للجهد خافض للتيار و والخافض للجهد رافع للتيار لو جت زي دي يا مستر بص يا سيدي الطاقه بتاعه الملف الابتدائي اي بي في تي صح الطاقه لا تفنى ولا تستحدث مظبوط بس ده في المحول في الملف الثانوي في المحول المثالي دي طاقه الابتدائي اه طب والثانوي اي اس في اس في تي ما انا قلت لك مش هيحصل فقد في الطاقه باعتبار ده محول مثالي طب ما الزمن هو الزمن حلو يبقى إذن في بي على في اس تساوي ها اي اس على اي بي صح الرفع الجهد وخفض للتيار ايوه يعني الجهد والتيار علاقه عكسيه اه وانتوا بتضحكوا علينا يا مستر ليه؟ في الفصل الاول قلت لنا في قانون اوم الجهد التيار بيتناسب طردي مع الجهد. اه بس انت فاكر قانون أم كان بيقول ايه يا باشا؟ عشان بتتلخبط كده وت... وتعك الدنيا. قانون أم فاكره طبعا، قول عند ثبوت درجه الحراره تتناسب شده التيار المار في مواصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفين. طب بس في شرط اتقال اللي هو عند ثبوت درجة الحرارة، إيه دخل درجة الحرارة في الموضوع؟ يعني المقاومة ثابتة. مش المقاومة توقف على درجة الحرارة؟ آه. طيب ما إذا التيار القانون قانون أوم يطبق على المقاومة الثابتة. وأنت عندك هنا مقاومة ثابتة، أنت عندك تغيرات في في حاجات كتيرة أنت لسه قايلها دلوقتي. يعني فيش تعارض يا مستر؟ لا فيش تعارض. لازم لما تاخد حاجة تاخدها بدقة وتاخد المعلومة مظبوطة. قانون او يطبق فقط على المقاومه الثابته، لو غيرت المقاومه ما ينفعش قانون او. ما يطبقش. هنا تيار متغير شده واتجاه، طبعا ما شدته بتزيد وتقليل يبقى اذا المقاومه شغاله معاك. مقاومه العنصر للتيار. طب كلام سليم اديني وضحت لك ازاي العلاقه عكسيه بين في وبي في وبي واس. طب ده كلام صح، يبقى احنا عرفنا صور الفقد في الطاقة وعالجناها فرفعت كفاءة المحاولة يعني ايه بقى كفاءة المحاولة يا مستر كفاءة لها برمز ايتا كفاءة اي حاجة بتساوي اللي انا باخده منها على اللي هي بتديهولي طب انا دلوقتي عندي محاولة باخد منين ودي المين بدي الابتدائي واخد من الثانوي خلاص يبقى قدره الثانوي على قدرة الابتدائي في مية. طب ما لنا حاضر ايتا بتساوي اي اس في اس على اي بي في بي في مية. فيدي لك النسبة المئوية الكفاءة. يبقى اذا كفاءة المحول هي النسبة بين جهد الملف الثانوي الى جهد الملف الابتدائي في مية. كده تعرف كفاءة المحول؟ اه 90% 80% طب نفترض يا مستر قال لي ما معنى قولنا ان كفاءة المحول 90% معناها ايه؟ يا سلام يعني المحول ده هيحصل في فقد في الطاقة 10% اه صح ما هو 100% هيحصل فقد 10 يبقى 90 طب لو قال 80 المحول ده بيحصل فقد في 20% طب ما اقدرش اقول له يا مستر اي ان النسبة بين طاقة الملف السنوي إلى طاقة الملف في السنوي الابتدائي 90% قول له صح؟ طب لو قلت له النسبة بين قدرة الملف السنوي إلى قدرة الابتدائي في 100 مظبوط تعبيرات مظبوطة كلها يعني إيه بقى محاول مثالي؟ يعني قدرة السنوي تساوي قدرة الابتدائي هنا بقى عايز منك تركيز لو سمحت إيه؟ بص كده القانون ده اللي هو دوت وادخل معاه عدد اللفات لو انت لو المحول المثالي المحول المثالي في بي على في اس خلينا في ورقه ثانيه احسن المحول المثالي ها في بي على في اس تساوي ان بي على ان اس جبتها ما هو اللي انا استنتجناه في الاول خالص اهي طب ما جبنا تاني في بي على في اس بتساوي اسف بتساوي اي اس على اي بي يبقى بتساوي اي اس على اي بي كلام صح هذا القانون لا يستخدم الا في المحول المثالي فقط اوكي ليه لانه ما بيحصلش فقد في الطاقه طب لو ليه كفاءة أشتغل بقانون الكفاءة اللي هو إيتا لو بيحصل في فقد في الطاقة إيتا بتساوي أي إس في إس على أي بي في بي في مية ممكن أكتبها كده يا مستر إيتا بتساوي في إس على في بي أه وأشيل أي إس على أي بي وأحط إن بي على إن إس تنفع في مي. تمام بدل ما احط اي يعني احط ان بدالها ما يجراش حاجه طب ايتا بتساوي اي اس ان بي على اي بي ان اس في 100 حلو ما يجراش حاجه طب مستر نعم يا سيدي ممكن اكتبها كده ايتا على تساوي. على IP. في في بي على في اس تساوي اي اس على اي بي في ميه والله اضرب طرفين في لو طلعت يبقى مظبوط لما اضرب ده اي اس في اي بي في في اس اللي هي اللي في الطرف اللي فوق طب وايتا في اي بي في بي ايتا في اي بي في بي صح في ميه في صور كتيرة تحل لك المسائل وتمشي معاك مظبوط. احنا كده خدنا المحول الكهربي وعرفنا نستنتج القانون ازاي وعرفنا يعني ايه كفاءة المحول وعرفنا بيستخدم في ايه المحول الكهربي. هنكمل عليه حته بسيطه قوي ان شاء الله المحاضره الجايه وناخد مسائل على المحاول عشان نقدر نظبط الدنيا. كده اتمنى لكم كل خير وكل سعاده وربنا معاكم باذن الله وان شاء الله ان شاء الله هتبقى الفيزياء جميله جدا باذن الله لو فهمتها واستوعبتها واستطعمتها كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته